بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا وأحبابنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بلدنا الحلوة. إن شاء الله النهاردة هنلقي الضوء عن الزواج وأسباب تعطيل الزواج. وفي البداية طبعا أحب أرحب بالشيخ الراجي الشرعي والباحث في الطب العربي الشيخ رجب الحداد. أهلا وسهلا يا شيخ. أهلا بيك. أهلا بيك. كما يسعدني ويشرفني تواجدي معه في الاستوديو الإعلامي المتميز ربيع فريد. أهلا وسهلا ربيع. أهلا بك محمد، أشكرك جدا على التقديم الجميل ده. مشاهدينا الكرام أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بلدنا الحلوة. يا رب دايما كده يعني نكون عند حسن ظنكم، واي حاجه تطلبوها مننا نقدر ان احنا نحققها لكم. رسائلكم على الصفحه كانت عن حاجات كتير، وكانت منها اكتر حاجه اسباب تعطيل الزواج والوقايه منه او علاجه وكده والكلام ده كله. تواصلنا مع الشيخ رجب الحداد مشكورا، يعني قبل دعوتنا زي ما عودناكم دايما بيلبي رغباتكم دايما. في كمان رسائل على الصفحه يعني باسئله حضراتكم برضو هنعرضها ان شاء الله في خلال الحلقه. وكمان ما ننساش برضو الاتصالات، يعني دايما احنا فاتحين الاتصال طول الحلقة. لو اي حد عنده اي استفسار اي سؤال عن اي حاجة احنا موجودين، والشيخ رجب موجود يجاوب عليه في اي وقت اي سؤال في اي حاجة. لكن اسمحوا لي بقى يعني ارحب كمان تاني بالشيخ رجب الحداد، يعني انت نورتنا النهاردة شيخ رجب. ربنا يبارك في عمرك بجد يعني، وبشكرك جدا على ان انت يعني دايما بتلبي دعواتنا ان احنا نقدر نخدم الناس ونقدر ان احنا نوصل لهم اللي هم عايزينه. تحت امرك وتحت امر الساده المشاهدين في اي وقت. ربنا يخليك يا شيخ رجب. طبعا في عندنا سؤال، طبعا كما تعودنا طبعا بنتكلم في موضوع الحلقه عن التعطيل، تعطيل تمام. الزواج تمام. فايه يعني ايه؟ عايزين بقى نعرف ايه هو تعطيل الزواج، ايه التعطيل يعني، يعني ايه التعطيل ده؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، ثم اما بعد. التعطيل ده عرض وليس مرض، التعطيل عرض وليس مرض. له سبب وله أصل أصابة. التعطيل اللي فيه أنواع كثيرة جدا جدا، تمام؟ التعطيل بالبلدي كده نقول عليه وقف الحال. أنا بشتكي من تعطيل في أمور حياتي، في أي شيء بقى، سواء بقى في الدراسة، في الزواج، في العمل، في الرزق، في السعي، في أي مشروع أنا بأقدم عليه بحس إن في تعطيل، بحس إن ما فيش حاجة أبدا في حياتي ماشية. فهنا بنقول إن الشخص ده عنده تعطيل. طيب سببه ايه بقى؟ هو ده المفروض ان احنا نركز عليه وندور عليه، ان لكل قبل كده لكل مرض عرض. فاحنا لو احنا وقفنا على العرض وقفنا على السبب خلاص هنوصل بامر الله سبحانه وتعالى للعلاج او للطريق السليم في الشفاء ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى. طب احنا قبل ما نعرف الاسباب عايزين نعرف من حضرتك اعراضه، يعني ازاي نعرف ان هو ده التعطيل، يعني ليه اسبابه، فنعرف ان هو ده تعطيل فعلا عن عوامل، سواء عوامل يعني غير العوامل اللي احنا عارفينها، العوامل الاجتماعيه او طبعا. غيره. احنا دلوقتي يعني هنتكلم في الشق الثاني اللي هو الاسباب الخفيه، ازاي بقى نعرف اعراض التعطيل. صلى على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اغلبيه الناس لما يشوف او يلاقي في تعطيل في حياته يقول لك انا معمول لي عمل، انا عندي تعطيل، انا في كذا او كذا او كذا. ده طبعا مفهوم خاطئ، عايزين نصحح المفهوم ده عند الناس. هي اسباب التعطيل او هي اعراض التعطيل. التعطيل اولا انواع، قلنا في تعطيل الزواج، وفي تعطيل الدراسة، وفي تعطيل الرزق، وفي تعطيل العمل. طيب إنسان عنده تعطيل في أي شيء أو في أي شق أو في أي جانب من جوانب الحياة، إزاي نعرف إن ده عنده تعطيل؟ إيه الأعراض؟ لو إنسان مثلا بيشتكي من أعراض الدراسة، عنده تعطيل في الدراسة، هتلاقيه دايما سبحان الله العظيم يشوف نفسه في المنام في امتحان ومش عارف يجاوب، مش عارف يحل، وهو في اليقظة هو صاحي يعني كل ما يبص في الكتاب او يجي يذاكر يحس بصداع فظيع، شرود ذهني، نسيان، كاره الدراسه تماما. بعد ما كان متفوق ما شاء الله عليه والناس كلها بتامنه عليه، سبحان الله العظيم فجاه يتغير حاله من حال الى حال. ده شخص عنده تعطيل في الدراسه. طيب لو حد تاني نفس الامر، ممكن يكون اصلا هو ده عامل نفسي، هو اصلا كاره الماده او كاره الدراسه او عايز اي مجال تاني، اي كليه تانيه. فمش شرط ان كل واحد عنده تعطيل او كاره امر معين ان احنا نقول لا ده معمول له عمل، ده في كذا او في كذا. طيب تعطيل الزواج، وده الامر المنتشر كثير جدا بين الناس خاصه بين النساء، نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. تعطيل الزواج ده
له اعراض، اعراض في المنام وله اعراض في اليقظه. الست بتشوف في المنام ان هي عزاكم الله بتتجوز بس مش شايفه من العريس او من الخاطب. طب احنا هنستاذنك نكمل الاعراض، ولكن في اتصال تليفوني طيب. بقاله فتره. ساره معانا. الو. عليكم السلام. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ الحمد لله. بقولك يا دكتور جمال، انا عايز اسالك في موضوع يعني. طب ممكن تعلي صوتك بس؟ ممكن تعلي صوتك؟ اعلي الصوت شويه بس. بقول لك يا فضيله الدكتور، انا عايز اتكلم معاك في موضوع انا وجوزي. جوزي بيتكلم مع عجوز خالتي، يعني بيتكلم معايا ان هي جامده، مش عاوزني اروح هناك يا فضيله الشيخ. مش عارف اعمل ايه في الحوار ده يعني. تاني معلش، تاني بس تاني بالراحه. بقول لك يا فضيله الشيخ، بقول لك جوز خالتي بيتكلم مع جوزي، يعني هما الاثنين متفقين مع بعض. جوز خالتي بيتكلم مع جوزي. تمام. وهو ناني ان انا اروح اشوف اهلي، يعني انا مامتي وستي، يعني مامتي وستي هم اللي مربيني يعني. تمام. وخلاني جت في مره جبت لها هديه بتاعت عيد الام ودهنتها لها في الشارع. كويس. كانت ثلاثه زعقت لي. مش عارفه اعمل ايه يا فضيله الشيخ، مش عارفه ارضي امي ازاي. صلى على النبي محمد. عليه الصلاه والسلام. حالتك دي مالهاش علاقه بنتكلم فيه، يعني لا في اعراض تعطيل ولا في اي شيء، تمام؟ انت بتتكلمي عن زوجك وتقريبا زوجك مع بعض، بيتخانقوا مع بعض، فالطبيعي ان هم يعني دول حالين انك تبلغ عنهم او تعمل اي شيء، ولكن ان احنا نقول ان هم عملوا لهم عمل يعني الله تعالى اعلى واعلى. لا، هي العلاقه ما بين الزوج وعلاقه الاهل المفروض يعني ده ان شاء الله في حلقات ثانيه هنتكلم فيه علاقات احترام، وطبعا يكون في تفاهم بين الزوج والزوجه. في حلقات ثانيه ان شاء الله هنلقي الضوء على المشاكل دي وازاي الزوجه تخرج من المواقف ديت، بس احنا عايزين نستفيد بقى بوجود الشيخ معانا النهارده ونكمل اعراض التعطيل. قلنا اعراض التعطيل ان الست او البنت بتشوف في المنام ان هي في امتحان ومش عارفه تجاوب، او ان هي ماشيه في الوحل او في الطين، او ان هي عزكم الله بتتزوج ولكن مش شايفه مين العريس او الخاطب. دي الاعراض غالبا في المنام. طب دي اعراض مين؟ دي اعراض اللي عندها سحر تعطيل. دي اعراض اللي عندها سحر تعطيل، والسحر هو اللي سبب لها تعطيل. طيب في اليقظه بقى، احنا بنتكلم دلوقتي عن تعطيل الزواج، ده نوع من انواع التعطيل. الاعراض ايه في اليقظه؟ الست تشوف ان هي كل ما يجي لها عريس سبحان الله العظيم ممكن تصدع، ممكن يجي لها اي مرض، ممكن يجي لها اي شيء يمنعها انها تشوف الخاطب ده. بمجرد بس ان هي تسمع سيره الزواج تتعب، تمام. ممكن الخاطب البنت ما شاء الله على خلق وعلى دين وكويسه تمام واهل للزواج، ولكن سبحان الله العظيم يجي لحد البيت ويرجع. هنا بنقول التعطيل فين؟ مش عند الفتاه، التعطيل هنا موجود في البيت. يعني بتسمع ناس كتير تاخد مواعيد، فلان جاي يخطبنا النهارده، فلان جاي بكره، فلان جاي في اليوم الفلاني، ولكن سبحان الله ما فيش حد بيدخل البيت ابدا. هنا التعطيل موجود في البيت، التعطيل مش موجود عند الفتاه ولا عند الخاطب، التعطيل موجود فين؟ في البيت. فاذا في ممكن يكون في تعطيل في البيت. طب تعطيل في البيت ايه اعراضه؟ لما نلاقي النهارده ان حد مشتكي انا بشوف في البيت خيالات كتير. طب احنا عشان ما نعديش المنزل، يعني لو هم غيروا المنزل اللي هو فيه التعطيل ده، يتم الزواج بامر الله سبحانه وتعالى. يعني يتم الزواج بفضل الله تبارك وتعالى. نشوف ايه الاعراض اللي بتسبب تعطيل لو المشكله في البيت. لو انا في البيت النهارده وبسمع الخطاب بيجوا لحد البيت او ما بيدخلوش البيت اصلا بس بيتكلموا على الخطبه ومفيش حد بيدخل، بلاقي ان اصحاب البيت او الانسانه دي بتشوف خيالات في البيت كتير جدا، تسمع اصوات غريبه، في نمل كتير او حشرات في البيت، تمام. في دايما خلافات مستمره بين اهل البيت، في روائح نتنه اعزكم الله، تمام. طيب الاعراض بتتزامن مع قدوم اي خاطب، كل ما احس ان في حد جاي تحس بتعب وقلق. الاعراض هنا المشكله هنا التعطيل هنا في البيت، يا اما البيت في سحر او في حسد. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاعراض اللي بتدل ان في سحر تعطيل. طيب في حاجه تانية ممكن تعمل تعطيل غير السحر؟ ايوه، في لو الانسان معيون يحصل له تعطيل. واحد كل ما يدخل مشروع يفشل ويخسر ومش عارف يعمل ايه، يقدم على دراسه او على اي شيء سبحان الله يخسر. طب هو ده يعمل ايه؟ ما فيش حد عامل له اعمال ولا اسحار ولا اي شيء، ده انسان معيون، لان العين ايضا تسبب تعطيل، صح ولا لا؟ صحيح. طيب انسان تاني محسود، الحسد ايضا يسبب تعطيل. طيب اكثر الاشياء اللي بتسبب تعطيل هي المس العاشق، خاصه تعطيل الزواج. حد عنده مس عاشق؟ قلنا قبل كده في حلقه المس العاشق ان المس العاشق ده بيكون عاوز يستحوذ كليا على الجسد سواء رجل او امراه، فبالتالي اللي جاي يخطب ده عايز يمتلك الجسد، والنهارده خاطب بكره يبقى زوج. طيب خلينا بقى نمتلك الجسد، مش عايزين ندخل في احنا اتفضل. احنا معانا اتصال تليفوني بقاله كتير، استاذ جمال معانا، اتفضل يا استاذ جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم فضيله الشيخ من فضلك؟ اتفضل يا فندم. اتفضل، تحت امرك. ربنا يحفظك. انا كنت بس عايز اوجه سؤال للشيخ بس في موضوع تعطيل الزواج.
تاني حاجه ان على طول كل ما اتقدم ما بيحصلش نصيب يعني ما بنكملش، وفي مشاكل على طول في شغلي يعني مثلا لما اخش في مشروع او في اي حاجه في حاجات كده بتحصل بتعطل شغلي ده. واسف للاطاله وتحياتي للشيخ رجب والبرنامج. لا نورتنا حضرتك، نورتنا يا فندم، نورتنا وشكرا على اتصالك. الراجل كل ما يتقدم لحد ما بيحصلش شيء، مش شرط الواحد، ممكن برضه الواحد او العكس، او الواحد عادي مش مشكله. عشان بس نبقى احنا احنا بنتكلم عن الاعراض وعن الحاجات اللي بتسبب تعطيل، تمام؟ طيب من ضمن الاسباب اللي بتسبب تعطيل قلنا العين والحسد والمس العاشق وسحر التعطيل. طب في اسباب اخرى؟ طب انا ليه بقول الاسباب التانية ديت؟ عشان الناس ما تركنش الى ان السحر والعين والحسد هم سبب التعطيل، خاصة تعطيل الزواج. يعني على سبيل المثال انسانة سيئة السمعة تقول لك ما بيجيليش عرسان، طب هيقول لك يعملوا ايه؟ سيئة السمعة اصلا الله يرضى عنك. طيب طيب واحد صاحب ذنوب وربنا سبحانه وتعالى بيبتليه حتى يرجع عن ذنبه فبيحصل له تعطيل، لا يرفع بلاء الا من نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. فالنهارده انا ما اروحش اعمل ذنوب وارجع اقول ايه حياتي واقفه، الدنيا مش عارف مش ماشيه معايا ليه، في كذا او كذا او كذا. لا، الانسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فسواء كان التعطيل ده في العمل او في الدراسه او في الزواج، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ يعني ورزق الله تبارك وتعالى لا يسوقه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. يعني احنا سمعنا حاجات كتير قوي، اسباب كتير قوي 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 للتعطيل. طبعا اكيد بقى في سؤال يعني يهم السادة المشاهدين، ان احنا خلاص سمعنا اسباب كتير وحاجات كتير، ايه بقى الوقاية؟ يعني عشان يبقى في وقاية من كل الكلام ده، الاسباب دي كلها عايزين يكون في وقاية ويكون في علاج كمان عشان الناس برضه تستفاد معانا. بس قبل الوقايه معانا اتصال تليفوني وتليفونات كتيره جدا، والساده المشاهدين اللي مش هنقدر يعني نستوعب التليفونات ومعلش اعذرونا، احنا بناخد نسب معينه من التليفونات عشان وقت البرنامج محدود. استاذه هبه اتفضلي يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي. اتفضلي. لو سمحت انا كل ما حد يجي لي يا اما انا اللي برفضه يا اما هو اللي بيرفضني. يعني لو حد مثلا هو اللي كان معجب بيا انا بكون لو انا مش عايزه اكمل او انا مخنوقه او حاجه زي كده، ولو مثلا انا معجبه بحد هو اللي بينفي. طيب ايه الاعراض اللي عندك اللي احنا نقدر نقول من خلالها انت عندك تعطيل ولا ما فيش تعطيل؟ هو يعني بتشتكي من ايه؟ سواء احلام مزعجه في المنام او اعراض تانية في اليقظه؟ تتخانقي مثلا من 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 الخاطب ساعه ما سمعي سيره الجواز، تتعبي، تصدعي، الحاجات دي كلها، عندك سقط في الشعر، عندك ايه بالظبط نقدر من خلاله ان في عند حضرتك تعطيل؟ طبعا ده ممكن يكون ما فيش تعطيل ولكن يعني عدم توفيق او نصيبك لسه ربنا لم يقدره بعد. فاحنا بنقول ايه؟ قولي لي ايه الاعراض بحيث اقدر اقول حضرتك عندك اصابه، اصابتك 1 2 3، نعالج الاصابه بعد كده الزواج من عدم ورزق من الله تبارك وتعالى. لا هو بالنسبه للاحلام فانا يعني على فترات ممكن احلم احلام وحشه. زي ايه يا فندم؟ يعني مثلا زي الحشرات اللي في المنام، ممكن اللي هو يعني احلام تخض كده. انا يعني انا في حلم حلمته من قريب اللي انا كنت بشيل حاجه من الارض زي عمل من الارض او كده. تمام. الاحلام بتبقى مخضوضه كده شويه. طيب ايه الاعراض اللي عندك في اليقظه خاصه عند قدوم الخاطب؟ يعني بتحسي بايه؟ في حد جاي يخطبك النهارده او بكره او في اي وقت، بتحسي بايه؟ اللي انا مش طايقاه. تمام. طيب بعد ما الخطب ده ينصرف وخلاص الامر ينتهي بتحسي بايه؟ خلاص ترجعي لطبيعتك؟ اه لا برجع لطبيعتي عادي. تمام. طب في عندك اي اعراض ثانيه يا استاذه هبه؟ لا هي دي بس. ماشي يا فندم. شكرا يا استاذه هبه. بنشكرك جدا يا استاذه هبه، طبعا هنجاوب على السؤال بتاعها الاول وبعدين نجاوب بقى نكمل الوقايه من التعطيل. تقريبا يعني نفس سؤال الاستاذ جمال اللي كان بيسال قبلها برضه، وتقريبا نفس السؤال تقريبا. تمام. احنا نجاوب الاستاذه هبه وبعدين نقول الوقايه. اكيد لا اكيد طيب. نجاوب عليها الاول. نجاوب عليها. استاذه هبه حضرتك عندك اصابه، تمام؟ طب احنا نقدر ايه الاصابه ديت؟ لا ما نقدرش. طب ليه؟ لان حضرتك قلتي سبب واحد او قلتي عرض واحد، تمام؟ بقول دايما لازم الراقي قبل ما يشخص الحاله يعرف كل الاعراض وكل الجوانب الحياتيه للمريض، حتى كمان الحاله النفسيه. ليه؟ ممكن يكون عنده حاله نفسيه. حد اصلا قرفان من الجواز وزهقان، هو مش عاوز يتجوز، هو عنده عقده كده من الجواز، تمام؟ وسبحان الله العظيم ما عندوش اي اعراض، هل ده نقول عنده اصابه؟ هو ما عندوش اصابه. خصوصا ان هي في الاول قالت ان ممكن واحد ممكن هو بيحبني يسيبني انا ما ارضاش بيه، وممكن انا اكون بحب واحد هو ما يرضاش بيه. هي ممكن يكون عنده اصابه ممكن لا، بس احنا لازم نعرف كل الاعراض كامله.
الاعراض، عشان حتى لما اقول لك يا استاذه هبه انت عندك عين عطلت الزواج يبقى انت تعالجي العين. طب انا يا شيخ انا عالجت العين وبعدين؟ لا وبعدين دي على ربنا سبحانه وتعالى، الزواج ده رزق وقدر من الله تبارك وتعالى، ان كل شيء خلقناه بقدر. ابن عباس يقول حتى وضعك يدك على خدك قدر، فدي اقدار من ربنا سبحانه وتعالى، احنا بس ناخد بالاسباب. طب انت عندك حسد بسبب لك تعطيل، خلاص نعالج الحسد. عندك مس عاشق يبقى انا هعالج المس العاشق. لما عالج المس العاشق او العين او الحسد او السحر او كل ده عالجته تمام، العريس هيجي تاني يوم هيخبط على الباب مجرد ان انا خف من الاصابه؟ لا طبعا، دي ارزاق من الله تبارك وتعالى. الزواج رزق والشفاء رزق وكل شيء في الدنيا دي سبحانه وتعالى. يعني حاله هبه لسه هي ما جالهاش نصيبها يعني؟ لا احنا ما قلناش، احنا بنقول الست دي عندها اصابه، ولكن احنا عايزين نعرف كل الاعراض علشان نديها تشخيص مظبوط. انا بقول دايما باستمرار يا جماعه التشخيص السليم ثلاث ارباع العلاج. طب احنا بقى قبل ما نوصل للوقايه الاستاذ ربيع السؤال المهم جدا، قبل ما نوصل للوقايه احنا هل التعطيل دوت بيبقى ناتج عن عمل مثلا حد بيعمله لواحده مخطوبه او واحد مخطوب او وهكذا؟ يعني احنا بنشوف قصه الاعمال وقصه الاسحار، ولا التعطيل دوت بيبقى تعطيل حسد بس؟ يعني احنا عايزين وازاي بيتعمل اصلا الاسحار دي؟ والله يعني سؤال مهم اللي جاب عليه فعلا قبل موضوع الوقايه ده. الصدام الاسحار بتاعت التعطيل موجوده ولا شك. واحد كان خاطب واحده وفجاه ما حصلش نصيب تمام. سبحان الله، هو انسان يعني منه ضعيف يروح يعمل لها عمل ماشي. واحد راح خطب واحده ورفضته، ممكن يروح يعمل لها عمل، صح ولا مش صح؟ طبعا. مع ان سبحان الله العظيم يعني النساء ماليه الدنيا، ولكن سبحان الله ضعف ايمان، هو عايز دي تمام. طيب هو لما يعملها عمل يعملها تعطيل؟ ايوه. طيب بكيفه بارادته؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. رزق الله تبارك وتعالى، هقول تاني، لا يسوقه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. والله لو الدنيا كلها عملت لك أعمال وربنا سبحانه وتعالى قدر وكتب عنده في اللوح المحفوظ أنك هتتزوجي في اليوم الفلاني، خلاص لرد لقده ولم يعقب بحكم. احنا عايزين بقى توضيح، يعني هو العمل ده بيتعمل ازاي؟ يعني هل بصوره احنا بنشوف بقى على حسب بقى السحر؟ يعني في صور في يقول لك لازم حاجه من القطر، لازم ام اسم الام والكلام دوت، فاحنا عايزين نوضح يعني طرق ازاي بيتعمل دوت على حسب الساحر وعلى حسب امكانياته وعلى حسب هو يعمل ايه. احنا عايزين بس الحاجات دي احنا شفناها في الافلام صحيح. تمام. بس احنا بنتكلم كده يا شيخ عشان مثلا لو الموضوع بيتعمل على الصور او بيتعمل كده ما يبقاش فتره الخطوبه الموضوع يبقى ايه زياده عن اللزوم. تمام. والخطيبه والخطيب يبقى لازم في حدود وفي شروط. طب بالنسبه للخطوبه يعني نتكلم عن شيء، الخطوبه دي يا جماعه يعني ما هي مجرد يعني وعد بالزواج، ما هي اللي مجرد وعد بالزواج تمام. يعني ايه؟ يعني سبحان الله الناس في الخطوبه داخل البيت وطالع من البيت، ايه يا عم في ده؟ انا خاطبها، خطيبها تمسك ايديها؟ لما احنا قرينا فاتحه يا حبيبي انت قرات القران كله، ما ينفعش اصلا تلمسها، ما ينفعش خالص تمام. صحيح. طيب ده خطيبتي؟ ايوه خطيبتك، تيجي باذن وتدخل البيت باذن، وبرضه لما تتكلم اتكلم معاها باذن وفي حدود، يعني ما تكلمهاش في التليفون. لا ما تكلمهاش في التليفون يا حبيبي عشان تسمع خلوه. خطيبتك خطيبتك تقرب لك ايه اصلا؟ يعني بالنسبه للتليفونات بقى حاجه كمان في موضوع التليفونات عشان معانا تليفون بقاله كتير. نوران ماشي اتفضل. نوران الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي حضرتك. لو سمحت انا بحس بضربات قلب سريعه كده، لو سمعت مثلا عايزه تقدم لي او اي حد بحس بضربات قلب سريعه. يا نورهان قولي الاعراض كلها كامله يا استاذه نورهان عشان اقدر اقول لك انت عندك ايه. ما هو تحس بضربات قلب سريعه دي ممكن تكون حسد، ممكن تكون عين، ممكن تكون فرح. عندك نوبه هلع مش شرط، او فرح زياده عن اللزوم. فاحنا عايزين نعرف ممكن يكون عندها مشكله طبيه عشان اقدر افيدك، ممكن تكون مشكله طبيه. الامر فيه سعه، انت قولي عندي 1 2 3 4 10 وانا هسمعك وهديك التشخيص السليم بامر الله سبحانه وتعالى. فانت قولي الاعراض كلها وانا تحت امرك. ماشي، بحس بس بضربات قلب سريعه وبحس انا متوتره جدا. تمام. وبحلم ان انا بلبس هدوم على طول. تحلم ايه؟ بلبس ترنجات وهدوم وكده. تمام ماشي. ترنجات؟ بتقول بلبس ايه؟ انا سمعت ترنجات. طب في بتلبس ايه في المنام يا نورهان؟ تكون احلام مزعجه او كده قوليها لي. يمكن الكلام اللي قلته له علاقه يا شيخ باي حاجه. يعني انت قلت بلبس ايه ولا قلت يعني قلت ايه اخر حاجه؟ استاذ نوران معلش الصوت مش واضح يا استاذ نوران، ممكن تعلي صوتك بس بعد اذنك؟ اعتقد الاتصال قطع. حضرتك كمل. وعايزين برضو توجيه في نفس السؤال، توجيه السؤال يعني توجيه رساله للي بيعملوا اللي بيأذوا الناس دي. تمام. طيب الله المستعان.
احنا كنا بس الاول يا شيخ بالله عليك الوقايه والعلاج ده مهم جدا، ده الناس مستنيه الكلام ده. هنقول ان شاء الله هنعمل نقول اعراض ومش لازم نعرف الناس الوقايه والعلاج ايه. هنقول الوقايه لسه ما نجيب الاصابات كلها ربيع يعني ما نتكلم في الوقايه لسه في اصابات كتيره. هنقول الوقايه ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى. طيب احنا اتكلمنا تطرقنا لموضوع الخطوبه، خليني بس يعني استفيض في هذه النقطه. قلنا الخاطب يدخل البيت ويطلع من البيت، خطيبها خلاص بقى معاه رخصه يدخل البيت في اي وقت، يفضل قاعد لحد الساعه 1 والساعه 2 في الليل تمام، ويجي بقى حضرتك يعني يقعد يتكلم معاها في التليفون مثلا من العشاء مثلا لحد الفجر لحد تمام الصبح. يحبوا في بعض طيب ما فيش مشكله. يجي بعد الجواز يعني هم بقالهم 5 سنين خطوبه، بعد الجواز بعد اسبوعين ثلاثه تتطلق. طب ليه؟ البنت حصل عندها اشباع عاطفي تمام. وطبعا هو بعد الجواز انشغل في الشغل وهي كمان في شغلها وفي بيتها وفي المطبخ والحاجات دي، فهي منتظره تسمع اي كلمه حتى ربع حتى الكلام اللي كانت بتسمعه وهي مخطوبه او حتى 10% والوعود وهكذا وهعمل لك وهخليك تمام. وبعد كده سبحان الله العظيم كل ده بيتبخر تمام. فهي يعني تنصدم، ايه اللي حصل؟ هو ده اللي كان خاطبني؟ هو ده اللي كان بيتكلم معايا باستمرار؟ هو ده. فسبحان الله العظيم دي ايضا بتكون حاجات يعني من الناس الحاجات الناس بتعملها حاجات يعني يندى منها الجبين. فالانسان يتقي الله تبارك وتعالى، مش معنى ان هو خاطب ان هو يدخل ويطلع ويخرج والكلام ده كله، نلتزم بتعاليم الدين الحنيف تمام. طيب من ضمن اسباب التعطيل عشان ما كنت هنسى السبب ده، سبب مهم جدا تمام. اتفضل. احنا قلنا طبعا عين وحسد ومس وسحر، وقلنا برضو اللي هو الذنوب، وقلنا برضو لو حد سيء السمعه في حاجة تاني في حاجة تاني ممكن تعمل تعطيل. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. لو الفتاة يعني رسما نفسها فتاة أحلام، هي قاعدة بقى منتظرة فتاة الأحلام، لا أنا ما أخدش أقل من دكتور، أنا عايزة واحد مهندس ويجي لي على الحصان الأبيض وياخدني في جزيرة لوحدنا كده ونعيش حياة ما بعدها حياة. سبحان هي منتظرة فتاة الأحلام، فتاة الأحلام تقريبا الحصان بتاعه مات أو تقريبا تاه في الجزيرة فمش عارف يوصل لها، فده برضه سبب من أسباب التعطيل. طب إحنا نعمل إيه يا جماعة عشان ما يكون نشتكيش من التعطيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه تمام. من أسباب التعطيل أيضا غلاء المهور. ازاي انت تجيب ب 30,000 و 40,000 وهي بنت عمها جايلها ب 60 و 70؟ مش اقل منها يا شيخ. معلش عشان سنه بقالها كتير على التليفون. اتفضل. سنه من الفيوم. الو اتفضل يا استاذ سنه. الو ازيك يا فندم؟ ايوه استاذ سما. الو اهلا بيك. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضل يا فندم. من فضلك انا كنت عايزه بس استفسار بسيط. اتفضل يا فندم. كنت عايزه اعرف هل الام لو مصابه بمس عاشق هل المس ده بيأثر على الطفل الصغير؟ وده ليه علاج ولا بيفضل مع الام على طول؟ عندك اي سؤال تاني؟ لا يا فندم شكرا. ماشي يا فندم. والله سؤال مهم. المس العاشق سؤال بره موضوع الحلقه ولكن نجاوب عليه بره. مهم. المس العاشق بيأثر على الطفل. طب الطفل بيصاب بمس؟ الطفل يصاب بمس وممكن نقول عليه مس مؤقت او مؤجل. ما نقدرش نعرف اعراض او الطفل يشتكي منه الا اذا بلغ الحلم. تمام. ولكن بيأثر على الطفل. الأم اللي عندها مس عاشق دايما عصبية على أولادها، دايما قلنا لما حد يلمسها بتنزعج جدا لكن في كهرباء على جسمها حتى لو طفل صغير حتى لو من محارمها هي بتنزعج، وطبعا ده أمر خارج عن إرادتها تمام. فالمس العاشق بيؤثر كمان لو في حد في البيت مصاب تمام، بيأثر على الناس. يعني لو مثلا لو بنت جاي لها خاطب وأخوها مصاب يأثر عليها لتوابع الإصابة أو عوارض الإصابة اللي موجودة في البيت، بتأثر على البنت وتأثر على البيت. فأي إصابة تأثر أيا كان الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. علاج المس العاشق احنا اتكلمنا عنه قبل كده يا أستاذة سنة، ياريت تسمع الحلقة قبل كده أو ياريت تدخلي عندي على القناة وتتابعي علاج المس العاشق. نعمل تنويه بقى للسادة المشاهدين إن احنا عندنا قناتنا على اليوتيوب برنامج بلدنا الحلوة، وكمان على الفيسبوك برنامج بلدنا الحلوة. تابعونا في الحلقات اللي فاتت هتلاقوا كل حاجة موجودة. اتفضل يا استاذ محمد لو في حاجه. حضرتك الوقايه بقى جينا لوقت الوقايه. السؤال المهم بتاع استاذ ربيع، الوقايه من ايه بقى؟ احنا قلنا التعطيل لاسباب كتير، انت عايز الوقايه من ايه؟ من التعطيل. يعني من التعطيل نفسه. مش عايزين يحصل تعطيل. انت يبقى انت عايزني اجاوبك على الوقايه من العين، والوقايه من الحسد، والوقايه من العشق، والوقايه من التعطيل. كل حاجه كل حاجه لها وقايه لوحدها. ايوه مش حاجه واحده. لا طبعا الوقايه من العين تمام. الكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. واتكلمنا قبل كده عن العين والوقايه من العين. صح صحيح دي حاجه. الوقايه من العشق تمام. الانسان يلتزم في بيته
يلتزم حتى لو لوحده يلتزم برضه. قلنا ربنا سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الست في بيتها ما تقعدش عريانة، ما تنامش على بطنها، ما تبصش في المراية كتير، ما تقعدش في الحمام فترة طويلة، ما تسمعش أغاني، تمام؟ يعني أنا ما أعملش الغلط وأرجع أندم عليه، تمام؟ الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. طيب في وقاية من سحر التعطيل؟ الأذكار والتحصينات النبوية وسورة البقرة. يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها اقرأ سورة البقرة لي رسول الله، قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اللي هم مين؟ اللي هم السحرة. ومعنا اتصال تليفوني يا أستاذة سميرة من عين شمس، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل الشيخ، بس أنا عندي أختي متجوزة بقى لها 7 سنين، فكانت متجوزة بفلسطين، هي فلسطينية. لا معلش، قعدت مع جوزها 3 شهور فعدت وهي حامل، ما عرفتش ترجع تاني. تمام. ابنها اتولد هنا في مصر ومش عارفة إن هي ترجع فيه. جوزها اتجوز عليها وخلف، بدل العيل 2 وكده، فهي بيجي لها احلام كوابيس، بتقوم من النوم مجزوعه، وتقوم ممكن ترمي نفسها، عايزه ترمي نفسها من الشباك، لدرجه ان هي بتجري وتصوت، بتشوف زي حاجات وحشه في صورتها وهي نايمه وكده، وعلى طول في عصبيه ومشاكل مع ابنها كمان. طيب اختك عندها بتكلم جوزها على النت في التليفون، فهو ده حرام ولا هي ممكن ايه اللي يكون سايبها وكده؟ ايه اللي حرام؟ مش هي بتكلم دلوقتي جوزها على التليفون، ايه اللي حرمه؟ طالما جوزها ما فيش مشكله، انت دلوقتي بتسالي عندها اعراض 1 2 3، تمام، وعايزه التشخيص، صح؟ خلينا اسالك كام سؤال. هي بتجيلها دي ان هي تقوم من النوم مجزوعه وكده. طب خلينا، هي ليها 7 سنين يعني بعيد عنه وبتكلمه وكده في التليفون، تمام. خلينا اسالك كام سؤال. وهي نفسها ترجع لجوزها مش عارفه خالص بجميع الطرق. طب هو جوزها عاوز يرجع لها ولا لا؟ هو عايز يرجع لها، بس طب ما يرجع، ايه المشكله؟ هو يعني. المشكله هو لا مش عايزها ترجع. طب دي مشاكل عائليه يا ست الكل، احنا دلوقتي بنتكلم في اصابه، بنتكلم في يكون في سحر، يكون في اي حاجه، دي مشاكل عائليه ممكن هم يتفاهموا فيها مع بعض، يتفاوضوا مع بعض في هذا الامر. يعني تمام؟ هو حضرتك من سؤالك، يعني هو حضرتك قصدك ان هي بتسمع صوته وتمام الدنيا تمام، ولما بتشوفه ما تبقاش قبلها؟ هو كده السؤال ولا ايه يا حضرتك؟ انا كنت عصبيه وكوابيس. يعني كل ما بتيجي تعمل اجراءات ورا ان هي ترجع لجوزها مش عارفه. يعني هي قصدها ان هم بيتكلموا في التليفون عن بعد تمام، هي عايزه بعد تمام، هي عايزه ترجع له وهو عايز يرجع لها. لما يجوا ساعه الجد بيحصل يعني. بيحصل مشكله كل ما تيجي تعمل حاجه يحصل مشكله. ماشي، سؤالك وصل يا استاذ سميره، ولا الشيخ هيجاوب عليك؟ هي بتقول عندها كوابيس وعندها قلق وخوف وتوتر، دي في الغالب بتكون اعراض عين وحسد، ممكن يكون عاملها وساوس او من الحزن الشديد ان جوزها في مكان وهي في مكان بدأت تتأثر، فحصل عندها وساوس أو حاجة اسمها استحداث قرين، تمام؟ طب نعالج هنا إيه؟ نعالج أصل الإصابة، العين والحسد. تعالج العين والحسد هيروح عنها كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، تمام؟ تمام. ربنا يرفع عنها يا رب عن المسلمين. معنا مريم برضو اتصل تليفوني. ألو، تفضل يا أستاذ مريم. ألو مريم، ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مريم. تفضل. أهلا وسهلا، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، هو متجوزه تمام، بس من جوزي متجوز عليه، فدايما في مشاكل بيننا وكده، فرجعنا، فانا دايما بحلم احلام يعني شبه السحر. شبه السحر؟ يعني ايوه، انا حاسه ان انا في سحر معمول لي. انا دايما بحس بصداع في دماغي جامد خالص، ممكن اقعد يوم واثنين وثلاثه صداع ودوخه وما جابلاش حد. أو لما بحلم إن أنا في أوضة وحد بيقرأ عليها قرآن اللي هي الله لا إله إلا هو، وبدوخ وأقع على السرير. الحلم ده اتكرر لي كذا مرة. تمام. وبرضه وصلت الحلم الثاني إن وحدة إن هي بتقرأ ركنة شرعية وخليها تقرأ على جثة، فقلت لها ماشي، فقعدت تقرأ على جثتي، راحت واقعة في الأرض، وقعدت أقول الله لا إله إلا هو، وقعدت أقول يجعلك مردوم ويجعلك على الشيطان، يعني قعدت أقول كده. تمام. ماشي، هنجاوبك إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. هي بتشتكي من صداع. الصداع ده ليه أسباب كتير جدا، ممكن يكون سبب طبي، ممكن يكون أرق، توتر، صداع عصبي، كل حاجات كتير جدا. كتر التفكير، حاجات تعمل صداع. طيب الصداع بقى اللي هو المتعلق بسبب روحي أو إصابة روحية، تمام؟ بلاقي مع الصداع ده تساقط للشعر، تمام؟ هنا إنه في عرض سحر.
ممكن الاقي من الصداع ده وجع في البطن، يبقى ده شخص عنده سحر ماكول او سحر مشروب. ممكن الاقي صداع بس، ده عنده عين او حسد، تمام؟ فانا بنصحها انها تعالج العين والحسد اولا. دايما كل حاله بتيجي سواء في عين وحسد او في سحر او في عشق او في شيء، بقول له عالج عين الحسد اولا. ليه؟ هم اساس كل شر، كل مسحور محسود وليس كل محسود مسحور، تمام كده؟ فانت عالج العين والحسد، الدنيا استقرت تمام خلاص الحمد لله فبها ونعم. طب ما استقرتش، نشوف بقى بقيه الاعراض اللي عندك ايه، كلها عرض عرض كده نفرتهم مع بعض واحد واحد، وبعد كده اقول لك انت عندك سحر كذا، عالج سحر كذا. والله المستعان. أعزائنا مشاهدينا هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني بعد الفاصل، وانتظرونا في كلام مهم ومنتظرين اتصالاتكم، بس يا ريت يعني اللي عايز يتصل اختصارا كده عشان الوقت ونستفيد بالشيخ اكتر. بالظبط. فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني، وفي اتصال تليفون معانا. احنا الناس معلش يعني الساده المشاهدين اللي ما بيعرفوش يوصلوا لنا لضغط المكالمات، والله ده شيء خارج عن الاراده. احنا في ناس كتيره جدا بتبعت لنا على تليفونات وعلى الصفحه ان هم بيتصلوا وما بيعرفوش يوصلوا، بس معلش يعني ضغط المكالمات. وان شاء الله هنحاول كذا حلقه كده نجيب الشيخ رجب معانا عشان يستفيد باكبر قدر ممكن ان شاء الله. معانا اتصال تليفوني. الو. اتفضل. الو هنا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الشيخ رجب؟ اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا متجوزه بقالي 8 سنين. تمام. عشت مع جوزي سنه في بيت تاني، كنت كويسه ما كانش بجرى لها حاجه. تمام. بنيت بيت جديد نقلت فيه. فبعد ما سكنت في البيت ده بست شهور جالي حلم، وانا نايمه جالي حلم، حلمت بشيء يعني. قمت يومها من الحلم مخنوقه. بصرخ روحي حد بيسحب روحي مني. مش قادره اخد النفس، حالتي جسمي ولع نار، تعبت تعب جامد. الحاله دي بتجيلي 4 ايام. كل ما عادي تمام يحصل له اللي بيحصل ده. بتقعد بقى ايه، اخد الاربع ايام عدوا، المرحله بتاعت الحاله دي عدت، ممكن اقعد شهر او اتنين او ثلاثه او اربعه. تمام. وترجع تجيني الحاله دي تاني. طيب انت حضرتك عندك رغبه في البكاء؟ عندك رغبه في الموت؟ لا الحمد لله. سمعاني، بتخافي؟ عندك قلق او توتر زايد؟ انقطع الاتصال تقريبا. هي خافت من الخوف. خافت وفصل الله. الله المستعان. طب احنا نقول بعض الاسئله اللي جات لنا على الصفحه، لان احنا نوينا على الحلقه دي وجات لنا اسئله كتيره. اتفضل. فاول سؤال، في حد يعني بنت بعتت بتقول ان هي اي كل ما يتقدم لها عريس للخطوبه بتوافق اول ما يجي بالليل يعني تنام، تصحى ثاني يوم خلاص هي مش قابلاه ومش عايزه تكمل الموضوع. يعني هي بتوافق بالليل وترفض بالنهار. يعني تشوفه يقعدوا ويتقابلوا وخلاص ويتقدم رسمي ويتم الموافقه، تيجي ثاني يوم يتم الرفض. طيب مش عايزاه. اللهم صل. اذا كان في اصابه فاحنا هي بتمنع الجواز او بتمنع اتمام الخطوبه، تمام؟ طيب ما فيش، ممكن تكون هي مش حابه تتجوز بالنهار، هتتجوز بالليل دايما، فدي حاجه ترجع لها. الله المستعان. او هي الوضع بتاعها ليلي، فالله المستعان. طيب اللي بيجي لها عريس ده وبعدين توافق بالليل وترفض بالنهار، تمام؟ لازم الانسان يعرف هو بيتجوز ليه؟ انا هتجوز ليه؟ يعني انا عايش في الحياه دي ليه؟ وربنا اوجدني في الدنيا دي ليه؟ وعايز اتجوز ليه وعشان ايه؟ لازم تكون لك غايه وهدف من الجواز، تمام؟ طيب ممكن الإنسان تكون عايشة عيشة سبحان الله العظيم كلها مشاكل وكلها هم مع والدها والدتها ومع أبوها وأمها، تمام؟ العيشة كلها هم ومشاكل، فبقى عندها انطباع سيء عن الأزواج. أنا هبقى كده؟ أنا هبقى زي والدي ووالدتي كده؟ يعني أنا هبقى حياتي كلها نكد وغم بالشكل ده؟ تمام؟ فتخاف، وهي ما عندهاش لا أصابة ولا عندها عين ولا عندها أي شيء، تمام؟ وهي ما شاء الله على قدر كافي من الخلق وعلى قدر كافي من الجمال، ولكن هي خايفة، عندها فكرة معينة، انطباع معين عن الزواج، فبالتالي خايفة، تمام؟ أو زي ما قلنا مثلا ليها مواصفات معينة، تمام؟ أو بتصلي، ماشي؟ تقول لك هصلي استخارة، طيب صلي استخارة، طب هي صلت استخارة وبعد الاستخارة معظم الناس معتقدة إن أنا لما أصلي استخارة، ماشي، لو أنا جاي لحد يخطبني أو حد يتقدم لي بالنسبة للبنات، هشوفه جاي لي مثلا لابس بدلة، والراجل مثلا هشوفه مثلا جاي لابس فستان أبيض، لا لا أبدا، أنت حضرتك بتصلي استخارة وتترك الأمر لله تبارك وتعالى. طيب لما حد يجي يقول لي يا شيخ انا بحب واحده بقالي 5 سنين وعايز اتقدم لها، وبعدين يا حبيبي وعايز اصلي استخاره، استخاره على ايه؟
انت اصلا هي عايشه جواك، حصل استخاره على ايه؟ تضحك على ربنا ولا على نفسك؟ هيشوف هيشوفها وشوف كمان ثلاثة اربعة بالليل يعني، تمام؟ فالله المستعان. فانت بتصلي استخاره وتترك الامر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ييسر الامور والدنيا ماشيه خلاص، توكل على الله تبارك وتعالى. طيب لقيت فيه صدود، لقيت فيه عدم رغبه، لقيت فيه خوف، الا توتر، خلاص ارجع وابعد عن الموضوع، تمام؟ طيب انا بوافق بالليل، تقول لك انا بوافق بالليل وبرفض بالنهار، تمام؟ يعني حد كان عامل عمل بالليل وفكه بالنهار؟ لا طبعا، ممكن تكون دي اسباب نفسيه عند الست دي، تمام؟ طب ما ممكن مثلا شيخ بالليل مثلا بتحلم بكوابيس او بتحلم بحاجات، احنا عايزين برضو احنا مش عايزين نقول عندها اصابه كذا عشان برضو يعني الناس ما تتوهمش. لا هي ما بتقولش مره واحده، هي بتقول الموضوع ده متكرر، يبقى خلاص موضوع يجي و برضو ما قالتليش اعراض اصابه. ما هو تمام؟ هو السؤال جالنا كده لما يكون حد مثلا بيقول لي شعره بيقع، ماشي، ممكن يكون عامل وراثي، واحده حامل شعرها بيقع، ايه المشكله؟ حد عنده عين، حد عنده سحر مقابر شعره هيقع، صح ولا مش صح؟ صحيح. حد عنده نقص فيتامينات معين شعره هيقع. فانا يا جماعه ما بحبش التشخيص اللي هو الخطف السريع ده، اللي هو لا، اسمع من الحاله كويس جدا جدا، 1 2 3 4، لو هتتكلم 3 ساعات تحكي انا عرضها اسمع منها، وبعد كده شخص الحاله بتاعتها. ليه؟ عشان خاطر الحاله ما تفضلش تدور من راقي لراقي ومن برنامج علاجي لبرنامج علاجي اخر، وفي الاخر حاول تقول لها تيأس، تقول انا مليت، انا خلاص قفلت، انا علاجي مش في القران، وتتجه لسكك تانية. كمان احد اعضاء الصفحه يعني يا شيخنا بعت لنا بيقول ان هو متزوج بقاله فتره، تمام، وكان كويس. بيحب زوجته جدا جدا جدا، كويس، تمام. بعد فتره من الزواج بدا يكرهها، وما بداش يعني ان هو زي الاول، ما بقاش يتعامل معاها كويس، بدا بقى فيه يعني جزء من الكره كده تجاه زوجته يعني. فهو بيسال ايه طبعا مش هنا اعراض ولا اي حاجه، تقريبا كل الازواج كده بتجوز فتره بقى لها 10 12 سنه، فبيحس انه خلاص. انا قصدك ممكن تكون مشاكل دي يعني مشاكل ماديه ومشاكل اسريه، في مشاكل ايا كان، هي في مشاكل ماديه ممكن. لما حد بيتكلم عن تعطيل، خاصه تعطيل الزواج، ممكن تكون اصلا البنت ما عندهاش اصلا تعطيل زواج ولا اي اعراض تدل ان في اصابه، بس الخاطب هو اللي عنده. ممكن يكون لا الخاطب ولا المخطوبه بس التعطيل في البيت، تمام كده؟ ممكن يكون لا ده ولا ده، بس هو قدر ربنا سبحانه وتعالى. كذلك الامر الراجل ومراته، تمام؟ هي بتشتكي انا بشوف زوجي بصوره وحشه، ممكن يكون هو عنده عشق، بشم ريحه بقه وحشه، ممكن يكون عنده عشق برضه، او العكس هي اللي يكون عندها عشق. فلما حد يشتكي من عشق اشوف الزوج والزوجه لو هم متجوزين، تمام كده؟ لما تكون في بنت بتشتكي من عشق تقول لي انا عندي عشق بقاله مثلا 15 سنه 20 سنه، نشوف الام، دايما ندور على اصل الاصابه، تمام؟ عشان نوصل للتشخيص السليم، عشان نقدر ندي علاج سليم، عشان الحاله تخف معنا بسرعه بفضل الله تبارك وتعالى. بتقول هو بيشتكي من زوجته او هي بتشتكي منه، في سحر تفريق، في عشق، في اي شيء، نسال الاثنين، انت عندك كذا؟ طب انت عندك كذا؟ طب بتشتكي من... طب بتشوف كذا؟ عشان نقدر نوصل لطبيعه الحاله بالظبط بالتحديد، تمام؟ انما هو كره زوجته، ممكن تكون معاملتها وحشه، ممكن تكون بتكلمه بصوره مش كويسه، بترد عليه الكلمه بكلمتها، فطبيعي انه يكرهها، والنفس تحن لمن يحنو عليها، صح ولا مش صح؟ ممكن صحيح. تكون هو اصلا معاملته وحشه، يضع السم في العسل، هو يعني معاملته اصلا وحشه، فبالتالي وشايف نفسه هو اللي ملاك، انا حاسمع منه ان هو كره زوجته، ممكن اصلا معاملته هو وحشه وهي معاملتها كويسه. خلينا كمان ننوه كمان على حاجه مهمه باللي انت بتتكلم عليها يا شيخ، ان اعضائنا كرام اعضاء الصفحه يعني لما تبعتوا لنا اي سؤال يا ريت لو في اعراض تكتبوها كمان بالمره عشان نقدر عشان اقدر افيدك، عشان اقدر اساعدك واديك التشخيص المظبوط. طب جالنا سؤال تاني، في تعطيل متكرر، يعني التعطيل دوت يعني مثلا الشخص دوت بعت ان هو ما تزوجش، عدى 30 وما تزوجش، وفي تعطيل في الدراسه، وفي تعطيل في الرزق، يعني مثلا كان بيعمل دكتوراه وكان مقدم في جامعه، حصل مشكله والدفعه كلها نزلت، تمام. راح جامعه تانية في منطقه تانية في دنيا تانية، ونفس القصه حصلت وهكذا، ان يعني كل يوم يروح مكان يتقفل. الله المستعان. فهو ده ممكن يكون تعطيله، وتعطيل يعني في كل امور الحياه، وارد يكون عنده تعطيل. وبرضه هو نفس الشخص يعني الاستاذه اللي بعتت بتقول ان هي حلمت ان كان في فستانين في الدولاب عندها، والدتها قالت لها رجعيهم ما لهمش لازمه، فخدتهم وترجعهم، قابلت يعني قابلت حد في الطريق وقال لها انا ممكن اجيب لك عريس واخد فلوس، تمام. ده الحلم متكرر برضه، تمام. فهو ده السؤال جه كده يعني طيب الله المستعان، يعني ده شغال بالعموله يعني كده، هو شخص واحد بس سال تمام الله يعني المستعان. تكمله للسؤال، الشخص اللي كل ما يقدم على شيء ده يعني في الدراسه عنده تعطيل، في مشروع عنده تعطيل، يروح الكليه والجامعه الدفعه كلها سبحان الله العظيم يعني تعيد السنه، فالشخص ده في الغالب عنده عين قويه او ممكن يكون سحر تعطيل ايضا في الدراسه، تمام.
عادي ممكن حد يعمل حد سحر تخيل في الدراسة، سحر تخيل مثلا على العين، كل ما ينظر في الكتاب يتعب يصدع، تمام؟ ده عنده سحر. طب هو مثلا عنده عين، خلاص نعالج العين اللي عنده، ما فيش أدنى مشكلة. ولكن إحنا بنقول شرط وجود التعطيل تكرر الأمر، كل ما اروح جامعه الدنيا تبوظ معايا، كل ما اجي اخطب الموضوع يتبدل، نفسي تتغير، تمام؟ فاحنا بنقول كل ما يتكرر الامر كل ما يقدر يثبت لي ان في تعطيل او اقدر اقول ان الشخص ده عنده تعطيل. طيب السؤال الثاني بتاع الاخت اللي بتقول ان فيه بتلاقي تقريبا فساتين في الدولاب، فستان كانوا في الدولاب وبعد كده والدتها قالت لها رجعيهم ما لهمش لازمه، فخليتهم ترجعهم قبل حد متوفي، من حد مشهور يعني متوفي، فقالت لها انت عايز عريس اخد منك فلوس واجيب لك عريس. ممكن تكون هي الخطبه هي اللي عامل لها عمل عشان خاطر تاخد منها فلوس وبعد كده تجيب لها العريس. فالله المستعان. هي ممكن يكون عندها اسحار او دي في الغالب عندها سحر، سحر تعطيل. احنا برضو نسينا نقول ان برضو من 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 اعراض التعطيل في المنام ان الانسان يبحث عن الحذاء او القافله او السياره او العربيه تعدي عليه وما يلحقش يركب فيها، او ان هو يدخل مكان ويلاقي ان الملابس او الحاجات ديت اي حاجه بيشتريها مش على مقاسه. تمام. فهي البنت اللي اتكلمت دي عن الفساتين والحاجات دي هي في الغالب عندها تعطيل. طيب دايما احنا كمان على التعطيل حاجات كتير جدا جدا جدا، بس هل بقى التعطيل ده يا شيخنا بيؤثر على الانجاب؟ يعني دايما حد يحصله تعطيل الموضوع ده بيأثر على الانجاب ولا لا؟ تمام. طيب النهارده واحده ما بتخلفش بقى لها مثلا سنه 2 3 10 متجوزه وما بتخلفش، تمام. طيب نشوف هل في سبب طب ولا ما فيش. طب لو في سبب طبي نشوف السبب الطبي نعالجه، نقفل الاول الباب الطبي ده وبعد كده نشوف رقم واحد السبب الطبي الاول. بس هما الاسئله اللي جات لنا ان هما يعني تركوا كل الابواب، لازم نقول لازم نقول الكلام ده، لازم نقول يا جماعه ان مش كل يعني حد ناخد بكل الاسباب، بس في الاول في المقام الاول السبب الطبي، صح ولا مش صح؟ اي موارد. ما انت ممكن تقعد عند تلف على الرقاء سنه واثنين وثلاثه وعشره، تمام. عندك سحر كذا، عندك وهي اصلا عندها تكيس في المبايض، وهي عندها مثلا بطنه رحم مهاجر، هيكون عندها اي شيء، هي عندها سبب طبي، عالج السبب الطبي. زوجها عنده اي شيء، تمام، عنده ضعف مثلا في الحيوات المنويه، فده عنده سبب طبي. يبقى مش كل حاجه هنخليها ده عنده سحر، ده جن، ده عفاريت. لا لا، الموضوع مش كده خالص يا جماعه. مش كل حد برضو اتعطل في حياته هنقول ان هو عنده سحر او مس او غيره. احنا قلنا يا جماعه الذنوب تعطل، الذنوب تعطل. فسبحان الله الانسان يراجع نفسه دائما ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبه بقى للذنوب يا شيخ، عشان جانا سؤال وانا ما كنتش عن الذنوب. طيب ان في حد بيسال يعني ان في بعض الفتيات المتحرره، يعني بلاش نقول غير المتحرره، بيتزوجوا بسرعه، وفي بعض البنات الاخرى ذو خلق وذو ادب ما بيحصل لهمش زواج، فهل دوت يعني انا عندي رد، بس انا عايز رد حضرتك يعني. لا رد انت. طيب انا شايف ان هو يعني عايز لك علاقه يعني لازم نستفيد حضرتك يا رب. ربنا يبارك حضرتك. متبرجه وسبحان العظيم مسافره وماشيه في الشوارع ينظر لها كل رائح وغاد، وبتاخد في اليوم 3 4000 سيئه، وفي الاخر العرسان على الباب يعني عندها رصيد. سبحان الله العظيم كتير. طيب الله المستعان. دايما السلعه العاريه تلاقي عليها دبان كتير، نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. هي عرضت نفسها للزواج، تمام، لما العرسان راحوا عندها او تقدموا لها، تمام، ده كان بارادتها ولا غصب عنها ولا بارادتهم ولا غصب عنهم؟ لا، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، هذا رزق الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر رزق. طيب النهاردة لما نشوف واحد يا شيخ ما بيصليش ما بيصومش، عمال ليل ونهار معاصي، ليل ونهار فواحش، وربنا وسع عليه ومن عليه، تمام، هو كده ربنا راضي عنه ولا غضبان عليه؟ إيه الموضوع بالظبط؟ وأنا عمال أصلي وأصوم وأقيم الليل، يا ربي ولد، يا ربي زوج، يا ربي زوجني، يا ربي كذا، يا ربي كذا، يا ربي، وربنا ما بيستجبس. أقول له لقد أسأت الظن بالله تبارك وتعالى. طب ليه؟ أقول لحضرتك صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما بيمن على عبد، تمام، مش معنى كده أنه بيمن عليه أو بيعطيه النعم عشان راضي عليه. ليس كل من وسع الله تبارك وتعالى عليه فقد رضي عنه، وليس كل من حرمه الله تبارك وتعالى قد غضب عليه. العطاء والمنع بيد الله تبارك وتعالى، فهذا قدر الله تبارك وتعالى، وقد يكون استدراج من الله للعبد، تمام. يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله تبارك وتعالى ينعم على العبد ولا زال العبد يصر على المعصية فعلموا أنه استدراج من الله للعبد. ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيستدرجه، الأجانب
الناس الغرب دول سبحان العظيم دايما ليل ونهار في معاصي، لا بيركبوا مع فريد ولا بيجي لهم سحر ولا الكلام. نادرا لما نسمع ان في حد فيهم اصابه شيطان ولا جن، هو اصلا شيطان، الشيطان ما فيش مكان عشان الروح يدخل فيه، مش هيبقى له مكان. فالله المستعان، الله المستعان. وفعلا لتكمله كلام حضرتك، في حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، واذا اشتد عليه غضبه بارك له في هذا الحرام. يعني مش هي تمام. فالاخت اللي بتسال السؤال ده ممكن تكون بتصلي وصوامه قوامه، عارفه ربنا سبحانه وتعالى يعني، ولها ورد قرآني ولها من السنن والنوافل والرواتب ما لا يعد. طيب هتقول لك أنا ما بتجوزش ليه؟ أنا خلاص أنا قربت على 30، داخل على 40، جمال موجود، خلق فيه، نسب وحسب وكل شيء، يا رب فيه إيه؟ وتسأل في نفسها أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه تاني؟ ما تعمليش. ممكن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الأمر يعني بشخص أنت يعني لم يكن أبدا في مخيلتك أنك أنت تتزوجيه أصلا. ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك ايه؟ زوج في الجنه تنعمي به ان شاء الله تبارك وتعالى. وهنا بقول كلمه او نصيحه بقولها لكل البنات او لكل النساء: لا يكن حلمك رجل، بل كوني انت حلم كل رجل. خليك دائما مع ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيبتليكي عشان يشوفك هتعملي ايه. ان الله اذا حب عبدا ابتلى. طلع كمان يا شريف بقى في حاجه عشان تسال سؤال حاجه قبلها، لا في تعقيبها بس للكلمه دي. ممكن يكون الحيز اللي هي موجوده فيه الست المحترمه المطربه دي الموجودين كلهم من الرجاله مش على نفس القدر، لان ربنا سبحانه وتعالى في سوره النور بيقول: الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. فبالذات الزواج دوت ما حدش يستعجل فيه، يعني انت ربنا سبحانه وتعالى شايل لك حاجه على يعني انا بشبه الزواج دوت الحل وغطاها. لو في وقت افسر بس الطيبون للطيبات ممكن نفسر سريعا. جاء الأمر في محل خبر، جاء الأمر هنا في هذه الآية في محل خبر، أي يا أيها المسلمون الموحدون زوجوا الطيبين للطيبات. صح ولا مش صح؟ صحيح. وإلا بلاقي واحدة طيبة جدا وما شاء الله وكويسة وصوامة قوامة واخدة واحد يعني موريها الأمرين. صح ولا مش صح؟ حياتهم غم ونكد والعكس. صح، واحد ملتزم وكويس وما شاء الله عليه عارف ربنا، بس واخد واحدة سبحان الله متحررة. فاكر المتحررة دي؟ سبحان الله العظيم، يقول لك أنا عملت إيه يا ربي؟ بس يا أخي هذا قدر، ده بيبقى ابتلاء، هذا نصيبك، ارضى وسلم ما قدر الله عليك. تمام. فالله المستعان، الله المستعان. طيب يعني شيخنا بقى عايزين سؤال حاجه سريعه كده بقى، وبعد كده ننصح طبعا عشان وقت الحلقه، انت عارف ان احنا الوقت معاك بيعدي بسرعه جدا، فعايزين بقى نعرف الفرق بين سحر التعطيل وايه سحر تاني. يعني لما يكون حد عنده سحر عايز يعرف ده سحر تعطيل ولا ايه سحر تاني، يعرف ازاي. في عجاله عشان الوقت، في عجاله بقى عشان اكمل بعدك عشان نخلص الحلقه. في عجاله بقى لما تتزامن معايا اعراض التعطيل مع وجود خاطب اقول ده تعطيل خلاص. لما يتكرر الامر في كذا مشروع في دراسه في غيره والامر بيوقف معايا اقول ده تعطيل، ده حاجه ثانيه خلاص كده. لما راجع نفسي اقول يعني انا خلاص ما ظلمتش حد، ما افتريتش على حد، ما اكلتش مال حد بالحرام، فده بنسميه ايه؟ تعطيل. تمام كده. طيب اعراض صحه التعطيل معروفه واحنا قلنا عليها. لازم اراجع نفسي الاول واشوف انا وضعي ايه، تمام، واشوف انا عايز ايه، وبعد كده اشوف هل في اعراض سحر ولا اعراض عين ولا اعراض مس ولا يعني اعراض حسد. بعد كده انا وصلت للاعراض خلاص انا كده هعرف ده سحر تعطيل ولا سحر حاجه ثانيه. لا لسه مع بعض حلقات كتير، وتوعدنا دلوقتي للساده المشاهدين انك هتكون معانا ثاني وثالث ورابع، لان الناس طبعا في حاجات كتير تحت امر الساده المشاهدين. فيك مشاهدينا الكرام، يعني حلقتنا طبعا الوقت جري بسرعه مع الشيخ رجب، يا رب نكون قدرنا ان احنا يعني نفيدكم في الحلقه النهارده، وان شاء الله استنونا حلقات وحلقات نقدر نفيدكم في اكتر مع صديقي العزيز محمد. ان شاء الله احنا وقتنا جري معاكم بسرعه. وانا في النهايه عشان احنا كنا بنتكلم عن الزواج اقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: تنكح المراه لاربعه: مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. اي حد في الدنيا بيدور على الاربعه دولت لما يجي يتجوز، انما مين اللي مش يعني ايديه مش هتتوسخ بالتراب؟ ألا وهو اللي بيدور على ذات الخلق وذات الدين. وفي النهاية بشكر شيخنا الجليل الشيخ رجب الحداد وصديقي وزميلي الإعلامي المتميز ربيع فريد، وشرفتونا النهاردة بالاتصالات، وبنشكر كل السادة المشاهدين المتابعيننا، وبنشكر الهندسة الإذاعية والمخرجين والقائمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا الجمعة الجاية الساعة 8 في برنامجكم بلدنا الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.